عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في نشرة مال وأعمال التي تأتيكم من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأها بأبرز العناوين. أكثر من 55 مليون دينار حجم المعاملات المالية عبر 40 خدمة دفع من خلال الحكومة الإلكترونية. وبنك البحرين للتنمية يقدم 58 مليون دينار لمشاريع المرأة والشباب خلال النصف الأول من العام الجاري. البورصة المصرية توقف نزيف خسائرها وتعيد العمل بالمواعيد التقليدية. بلغ حجم المعاملات المالية المدفوعة من خلال عمليات الدفع الإلكتروني التي تقدمها هيئة الحكومة الإلكترونية أكثر من 55 مليون دينار، ووصل عدد الخدمات الإلكترونية المتكاملة إلى أكثر من 40 خدمة، ومنها البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية وبوابة الهاتف النقال، وأيضا من خلال منصات الخدمة الذاتية ومراكز الخدمة الإلكترونية إلى جانب تطبيقات الأجهزة الذكية. وتأتي هذه الخدمات بأسلوب مبتكر يتماشى وفقا لآخر ما توصلت إليه التقنية وأحدث الممارسات الأمنية في هذا المجال، بما يضمن السرية وخصوصية البيانات الخاصة بمستخدمي هذه الخدمات، وفي بادرة تعد الأولى من نوعها. وبحسب أحدث إحصائية أجريت للخدمات منذ التدشين ولغاية الأول من أغسطس، فقد بلغ إجمالي عدد الزيارات لموقع بوابة الحكومة الإلكترونية 61 مليون و500 ألف زيارة، في حين بلغ عدد المعاملات المالية المنجزة ما يربو على 800 ألف معاملة. بلغ حجم التمويل التراكمي الذي صرفه بنك البحرين للتنمية لمشاريع المرأة والشباب 58 مليون دينار، فيما بلغ عدد التمويلات حوالي 3000 تمويل، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري. واستفادت من التمويل قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة في قطاعي الصناعة والخدمات وغيرها من الأنشطة والمشاريع التي يمولها البنك ضمن الاستراتيجية الخاصة بتمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يطبقها البنك وفقا لمجموعة من المعايير والمؤشرات الاقتصادية التنموية. وتنوعت البرامج والأدوات التمويلية الخاصة بتمويل مشاريع المرأة والشباب، حيث شملت على التمويل المباشر والمشاركة في رأس المال وتمويل رأس المال العامل وبرنامج التمويل الميسر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. أعلنت سيدة الأعمال البحرينية أفنان الزياني عن أن سيدات الأعمال يشكلن ما نسبته أكثر من 44% من إجمالي السجلات الموثقة لدى إدارة السجل التجاري، وقالت إن وصول سيدات الأعمال إلى هذه النسبة يعتبر مؤشرا واضحا للنقلة التي حققتها سيدات الأعمال في مجالات عملهم المختلفة. وأضافت الزياني أن النساء شكلن أيضا ما نسبته 64% من الدورات التي نظمها مكتب اليونيدو، مما يوضح الرغبة الأكيدة لديهن للانخراط في مجال المال والأعمال، وبالتالي تحقيق معدلات نمو مضاعفة للاقتصاد. كما أشارت أفنان الزياني إلى التغيير الجذري لوضع سيدات الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال مساهمتهن الفاعلة في الاقتصاد الوطني التي تصل إلى ما لا يقل عن 30% خلال المرحلة الحالية. أكد عدد من المتعاملين في القطاع العقاري ارتفاع نسب التداول بشكل ملحوظ، مشيرين إلى أن الدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة ومرونة القوانين الاستثمارية في القطاع العقاري إلى جانب الموقع الجغرافي لمملكة البحرين كانت من أهم الأسباب التي أسهمت في الإنعاش الحاصل. وقالوا إنه على الرغم من تأثيرات الأزمات العالمية السابقة والتي انعكست سلبا على القطاع، إلا أن القطاع لم يتوقف بغض النظر عن بعض المناوشات التي كانت انعكاسا لتداعيات الأزمات السابقة، إلا أن الأساس الصلب للسوق العقارية في مملكة البحرين أسهم في ثباتها واستمرار التداول وفق نسب مرتفعة. وأوضحوا أن الارتفاع الحاصل في الفترة الراهنة في القطاع العقاري يعتبر ارتفاعا حقيقيا في الأسعار، وبالتالي فإن التداول في مختلف التصنيفات العقارية يعتبر في وضع طبيعي. يعني السوق الحمد لله في انتعاش، في انكوايريز احنا نسميه في
التداولات العقارية في شيء اسمه انكوايريز، يعني الناس بدأت تتصل تسأل عن الأسعار، البيع مثلا أو الشراء أو الأجارات، بدأت الناس تسأل، بدأت الناس تتحرك. لا أتكلم لك عن البحرينيين، يعني البحرينيين احنا طبعا لا تنسى أن وزارة الإسكان لها، يعني وزارة لها دور كبير في تنشيط السوق العقاري، يعني نزلوا البجت اللي لهم، هذه الفئة اللي حصلت ميزانية الإسكان بدأت تشتري، بدأت مشاكل المستثمرين تنحل. يعني المستثمر لما يبني مشروع أو يخلصه يهمه أنه يبيعه أو يأجره، فبالنسبة حق البيع الحمد لله في بحرينيين بدأوا يشتغلون، بدأوا يشترون. أكدت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري أنه على الرغم من حالة الركود السائدة في أسواق بناء وإصلاح السفن العالمية، إلا أن قطاع إصلاح السفن في الشركة قد حظي بمكانة ريادية خلال العام الماضي، إذ تم إصلاح نحو 162 سفينة. وأوضحت الشركة في تقرير جديد صدر مؤخرا أن أسري استطاعت تحقيق نجاح في الحفاظ على نسب إشغال عالية طوال العام، ما يؤكد القدرة التنافسية التي تتمتع بها الشركة ونجاح سياساتها التسويقية، فضلا عن تعزيز سمعتها المرموقة في المنطقة. وقد بين التقرير أن الشركة حصلت على عقود لإصلاح 162 سفينة من أصل 511 سفينة تقدمت أسري بعروض لإصلاحها داخل أحواض الشركة، وهو ما يعني نسبة نجاح بلغت 32% في إعادة السفن إلى العمل. ارتفع مؤشر البحرين العام اليوم نقطة فاصلة 47 عن معدل الإقفال السابق، وذلك لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع التأمين وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 2,268,427 سهما بقيمة إجمالية قدرها 334,488 دينارا بحريني تم تنفيذها من خلال 51 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 81% من القيمة الإجمالية للأسهم.